صباح الخير من MTV Alive. صباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا اليوم على MTV على MTV Alive بحلقة جديدة اليوم الثلاثاء 11 نيسان 2017. نحن أكيد بأسبوع الألام ودائما بأسبوع الألام منتذكر أنه نقول مع ألامك يا يسوع، وكل إنسان وعنده صليبه، طبعا كل إنسان وعنده صليبه، ما في ولا حياة كاملة، ولكن المهم أنه نحن نتذكر أنه في من بعد الصليب أيامي. نحن دائما نتذكر أنه نحن أولاد حب مش أولاد كره، نحن أولاد حياة مش أولاد موت، أولاد رجاء، ودائما منتأمل بأنه يكون في أيامي بآخر كل العذابات. اليوم رح بيكون عنا مثال حي عن هالموضوع ببي بوزيتيف مع السيدة سهير ميلادي اللي عم تمرق بظروف كتير صعبة، ولكن قررت تجي لعنا على استوديوهات MTV Alive بالرغم من كل شيء، وتفرجينا قدي قوة الحياة فيها تتغلب على قوة الموت. بونجور ستيفاني، بونجور إلي. صباح الخير دانيا، كيفكن اليوم؟ كثير منيح. أنا كثير بحب نهار التلاتة، وبحب بالتحديد فقرة بي بوزيتيف لأنه عن جد يعني عم بيكون معنا ضيوف بنوجه لهم كلهم تحية، شيء كثير حلو، مواضيع حلوين وشهادات كمان عم بيكونوا حلوين مثل اليوم. ما تنسى تحضرنا إلي. إيه رح جرب، رح جرب أكيد كون عم بيحكوني يعني كده عم تخبريني شوي تحت الهواء عن الموضوع ديفنتلي. أكيد. شو عنا اليوم؟ نحن هلا رانيا عم نعرف شو يعني بي بوزيتيف، عم نعلم اولادنا على هالشيء عن جد. وعايزين نحن لما كنا صغار اهلنا ما كانوا بيعرفوا هالقد عن الحاله اللي لازم نكون فيها، يشجعوا اولادهم انه يكونوا دائما بوزيتيف، ولكن هلا دائما لازم نكون بوزيتيف ودائما لازم تكون البسمه على وجهنا. اكيد ستيفاني. اليوم عندنا رندا فهد بايتس سمارت، عندنا نيتشر مع مايك بيروتي، وعندنا واتس كوكينج اليوم مع شيف جاد. الي بتكنولوجي في ايتم وعدت لستيف احكي عنه من شي جمعتين، بعثت لي الفيديو على واتساب اسمه كريس، وحتى امبارح علي كان عم تفرجيني ديفايس. وهو بس ستيفاني سبقت سوري. اكيد هو ديفايس بيساعدنا انه نكون يعني بيحسن الدرايفنج اكسبيرينس. كيف في ناس يمكن حضروا الفيديو على واتساب لما بعتقد انتشر بسرعه هالفيديو اللي حنكون عم نحكي عنه ان ديتيلز، بالاضافه لكيبورد مهضوم بيشبه الدكتيلو ان زمان. اوه كول. هلا بنرجع بنشوف التفاصيل معك، رح ناخذ وقفه قبل ما نتابع مع باقي فقراتنا، خليكم معنا. بنبلش باول خبر. لا اب تو ديت، حذاري عن شو؟ عن شو؟ عن قانون الانتخابات. عن جد؟ شغلة جديدة يعني متداولة. بعده هالموضوع أكيد شاغل بال كل اللبنانية، وبعد الحل ما بين منه شيء. أقر مجلس الوزراء بجلسته يلي انعقدت من يومين بقصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، بأنه رح تتشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة قانون الانتخابات، على أنه تبقى هالجلسات مفتوحة. وأعرب رئيس الجمهورية خلال الجلسة عن أمله بأنه تكون اجتماعات مجلس الوزراء مثمرة، وبيطمن اللبنانيين بأنه ما رح بيصير أي فراغ بمجلس النواب، وأنه العودة لمواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري بتشير لهالشي. ولفت بأنه ممكن عقد جلسة مناقشة مجلس الوزراء لما بترغب الكتل الممثلة بالحكومة بهالشي، ولو مرة بالشهر بيتم من خلال التطرق للمواضيع العالقة من امور يعني لوجستيه بالبلد. ومن جهته اكد الرئيس الحريري عن ضروره التوصل لقانون نرضي فيه الكثير من رغبات اللبنانيين، واشار بانه استكمال الاتصالات وتوسيع اطار البحث ليشمل الجميع بيهدف ولازم يكون هدفه الوصول الى صيغه مشتركه لقانون الانتخابات. وقال الرئيس عون بانه هو حريص بانه الدار عم تشتغل كل المؤسسات الدستوريه، وضروري انه نضحي ولو شوي
لحتى نوصل لقانون انتخابي. ولفت فخامة الرئيس هون خلال الجلسة بأنه يعني في حدا قال بمجلس النواب بأنه الموافقة تمت على قانون النفط خلال نص ساعة بس، ولكن هيدا الموضوع بحب يوضحه منه أبدا مزبوط، لأنه هالقانون أخذ أكثر من 4 سنوات درس، واليوم ما بيبقى إلا تحديد الأحواض يلي رح بيتم العمل فيها وتلزيمها. وأكيد نحكى عن موضوع النازحين يلي كان هو من أبرز النقاط يلي أثيرت بها الاجتماع، وتناول الرئيس الحريري مشاركة لبنان بقمة الأردن وخطاب فخامة الرئيس يلي كان وجداني وألقى ترحيب كتير كبير. بعد نجاحها مؤخرا بتسلق قمة جبل أكونكاغوا يلي هي أعلى قمة بأمريكا الجنوبية، متسلقة الجبال اللبنانية جويس عزام عم بتحضر حالة لتسجيل إنجاز جديد بمسيرتها المهنية، وعم تستعد جويس مع فريق من 3 فتيات وهن غيداء وليان وروان يلي بتتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة لتسلق جبل كيليمانجارو بتنزانيا، وهو أكيد الجبل الأكثر ارتفاعاً بأفريقيا. وسافرت جويس يوم السبت من لبنان لتلتقي بفريقها بتنزانيا، وهنيك بتبدأ التحضيرات اللازمة من التجهيزات اللوجستية لتسلق هالقمة يلي تعتبر مقصد رئيسي لعشاء الرياضات الجبلية الصعبة. وبتستمر رحلة جويس حوالي 7 أيام للوصول إلى قمة كيليمانجارو، وبيبلغ طول هالمسار حوالي 100 كيلومتر. وبتركز جويس بهالمهمة على تقديم الدعم للفتيات اللبنانيات وتشجيعهم على تحقيق النجاحات، كما بتسعى من خلال هالتحدي إلى نشر ثقافة الوعي الرياضي لدى الفتيات والشابات ودفعهم نحو نمط حياة حيوي نشيط ومفعم بالحركة. مش غلط، مش غلط أبدا، وهيك عالم هن مصدر وحي. أكيد أكيد. لح منتابع مع خبر عن السعودية، وكشفت السعودية عن خطة لإنشاء مدينة ترفيهية على أطراف الرياض تمتد على مساحة 334 كيلومتر مربع، وهالمدينة رح بتكون ترفيهية ولكن بتوفر أيضا أنشطة ثقافية رياضية، ورح بيكون في كمان منتزه آخر للسفاري مثل المنتزهات اللي عم بتكون عالمية. أكد الإعلان الرسمي عن المدينة الترفيهية العملاقة بأنه رح بتكون الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن المقرر بأنه يبلش بناء هالمدينة الجديدة بالسعودية العام المقبل، وتوقعوا أنه تنتهي سنة 2022 وبخطة أوسع نطاق وبخطة سريعة، ورح تشمل كمان أنه يمتد هالموضوع لرؤية شاملة بالسعودية من تقريبا سنة 2030، ويكون في مشاريع أخرى بباقي المدن السعودية أيضا. قالت السلطات المعنية بأنه المدينة مش بس رح تجذب السائحين، ولكن رح بتوفر حياة صحية أكثر وانسجام وترفيه ومتعة وبهجة لسكان العاصمة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضيفات بطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء احتفالهم بمولود جديد أثناء الرحلة. وقد شعرت نافي ديابي اللي كانت بالأسبوع 28 من الحمل بآلام الولادة بعد لحظات من إقلاع الطائرة من غينيا باتجاه اسطنبول، وبعد أن تمت عملية الولادة بنجاح التقطت المضيفات صور تذكارية مع الراكب الجديد بوقت كانت الطيارة عم تحلق على علو 42,000 قدم. ولما حطت الطيارة بسلامة بمطار بوركينا فاسو تم نقل الأم ومولودة جديد إلى المستشفى. وهون طاقم الطائرة عم بيشرحوا بحماس كيف صارت القصة. هيدا البيبي. طب شي كثير مهضوم عن جد. وكيف صارت يعني على سلامة مع انه الوقت بعده مبكر يعني. لكن رح نشوف قبل ما نخلص صورة اليوم من البترون، وطقس غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.
لكن هيدا كانت اخبارنا. لازم ندعيك اليوم لتكنولوجي ستيف. رح استمع عليكم. رح ننتقل لعند إلي بتكنولوجي. انا بلاقيكم بعد ثواني.